السلام عليكم، اهلا بكم في الفيديو ده يا جماعه. هوريكم غرزه الارزه جديده اسمها غرزه البريوش، تكون بالشكل ده زي البليسيه بس تخينه شويه ومنتفخه كده. ممكن نشتغل بيها طاقيه او شال او بلوزه كامله بالطريقه دي. شفت بلوزات كتيره طالعه في الشتا ده من الغرزه دي، كلها سهله وبسيطه. هنبتدي ونشوفها مع بعض سطر بسطر. هنبتدي يا جماعة عشان نعمل غرزة البريوش، بنبتدي اي عدد من الغرز. طبعا هو شبه البليسي طبعا زي ما احنا قلنا، وهيبقى اي عدد من الغرز. هبتدي اعمل مجموعة من الغرز كده باي عدد، اي عدد انا عايزاه، لان دي بتنفع طبعا بلوزات وحاجات كتيرة. هبتدي عدد من الغرز، هبتدي اي عدد من الغرز وهنشتغل ونشوف مع بعض هنشتغلها ازاي بمنتهى البساطة. هعمل عدد من الغرز انا على الابر عشان نشوف مع بعض بنشتغلها ازاي. هكمل الغرز اللي انا عايزاها ونشوف ونبدأ مع بعض. بعد ما ابتديت الغرز يا جماعة هنبتدي نشتغل. هنشتغل ازاي؟ اقرب بس الصورة شوية ونشوف مع بعض. اول حاجة بعمل لفة كده، اخد لفة واسلد اول غرزة، وبعدين اشتغل اللي بعدها عدل. ده اول سطر هنبتدي كده، ببتدي بلفة وسلت غرزة واشتغل غرزة. هشيل بس الفتلة بتاعت الغرز البداية دي عشان ما تعملناش اي لخبطة. يبقى بنعمل ايه؟ بناخد لفة ونسلت الغرزة اللي بعدها، واللي بعدها بنشتغلها عدل. نلف لفة لفوق ونسلت غرزة ونشتغل اللي بعدها عدل. بنمشي السطر الاول على الطريقة دي، نلف لفة خيط لفوق ونسلت غرزة ونشتغل اللي بعدها عدل. خلص السطر كله على كده، لفة سلت عدل، لف لفوق نسلت الغرزة اللي بعدها نشتغل اللي بعدها عدل، وهكذا. خلص السطر على كده. نبتدي السطر التاني يا جماعة برضو بنفس الطريقة. هناخد لفة كده ونسلت اول واحدة من غير شغل، وناخد هنبص نلاقي بقى مش زي السطر الاول، هنبص نلاقي في اتنين جنب بعض كده، دول هناخدهم نشتغلهم عدلين مع بعض الطريقة دي. احنا هنمشي بنفس الطريقة بس هنلاقي الغرز ان فيه اتنين فوق بعض كده. ناخد لفة برضو ونسلت واحدة، ونيجي اللي بعدها هنلاقي غرزة وعليها اللفة اللي كانت في السطر الاولاني جاية عليها، بناخدهم هما الاتنين مع بعض. شايفين كده يا جماعة؟ باينه كده. يبقى برضو بنمشي نفس الطريقه بس هو الشكل هيتغير الغرز عندنا، بس هنمشي بنفس الطريقه زي السطر الاول. ناخد لفه لفوق ونسلت الغرزه اللي لوحدها، والاثنين اللي فوق بعض دول ناخدهم عدلين مع بعض اهو. نسلت دي، ناخد دول كده عدل مع بعض، نشتغلهم كاننا بنشتغل اثنين بطريقه العدل كده. لفه نسلت دي ودول مع بعض، لفة سلت الاتنين دول مع بعض. هيبقى عندنا كده السطر الاول بس هو اللي كان فيه سطر البداية، لكن بقية الاسطر هتبقى نفس الغرز بنفس الشكل وبنشتغل بنفس الطريقة. مفيش اي حاجة، غرزة في منتهى البساطة وبتدي نتيجة حلوة. هنمشي كده لفة ونسلت غرزة ودول نشتغلهم عدلين مع بعض. خلص السطر على كده، نيجي للسطر الثالث. هيبقى نفس شكل الغرز ونشتغلها بنفس الطريقة برضو، مفيش اي حاجة. نسلت غرزة، نسلت لفة سلت اتنين مع بعض، لفة سلت اتنين مع بعض.
يبقى ده شكل الشغل من الظهر، شكل الغرز اهي، غرزة باينة كأنها شكل المقلوب، واتنين فوق بعض كده بناخدهم عدلين مع بعض. هنشتغل بنفس الطريقة يا جماعة، ناخد لفة في البداية كده، الخيط نحطه فوق الإبرة ونسلت اللي لوحدها دي بالطريقة دي، وناخد الملفوفين على بعض دول نشتغلهم عدل، لفة سلت اتنين مع بعض عدل. كل الأسطر هنشتغلها كده. أنا همشي بنفس الطريقة وهوريكو شكل الغرزة بعد تكرار الأسطر، عشان بعد كده هوريكو ازاي بنختم الغرز. لها طريقة برضو في ختم الغرز، غرزة البريوش دي لها طريقة برضو، هنشوفها مع بعض. خلص أنا كام سطر هوريكو شكل الغرزة بيبقى شكلها ايه. خلصت السطر اهو يا جماعة، كمان ابتدت تبان الغرزة شوية اهي، هي زي البليسيه او الريب بس بتبقى متفخة وتخينة كده، بدأت تظهر. مش عارفة واضحة معاكم في الصورة، بمشي بنفس الطريقة، بنمشي بنفس الطريقة، وهنشوف ازاي بعد ما نمشي مسافة كده هتبان الشغل اكتر، ونشوف ازاي بنختم الغرزة دي. بعد كام سطر يا جماعة بيكون ده شكل الشغل، شايفينها معايا بتكون كده زي البليسيه طبعا، بس تشوف منتفخة ازاي وجميلة. ممكن نشتغل بيها بلوزة او شال او كوفية كده كلها. هنشوف بقى ازاي بنختم الغرز. بنشتغل كده ادي هو الغرزة كده عادي، وناخد الاتنين دول برضو كأنهم غرزة واحدة، وبعد نقلب دي عليها خلاص ادي كده. نشتغل دي نقلب دي عليها، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة بس ان الاتنين برضو اللي هي الغرزة واللفة اللي عليها دي، الغرزة العدلة دي واللفة اللي عليها، بناخدها كأنها غرزة واحدة برضو. نشتغلها كده ونقفل. ده ختم غرز غرزة البريوش، بنختمها كده الطريقة دي، مفيش أي حاجة، بنمشي كده. بس أهم حاجة الغرزتين دول ناخدهم برضو مع بعض، اللي هي اللفة والغرزة العدلة ناخدهم فوق بعض كده كأنهم غرزة واحدة بس، ونمشي السطر كله كده، بنقفل كل الغرز بالطريقة دي. بتكون دي غرزة البريوش، بنختمها بنختم السطر كله كده بالطريقة دي، بيكون ده شكلها وطريقة ختم الغرز. يا رب تكون الطريقة فهمتوها وعجبتكم، مع السلامة في فيديو تاني جديد.